قبل اي شيء خلينا بقى نتكلم شويه كده ونفرح حقيقي، لان من حقنا نفرح. احنا كنا عمالين نحقق انجازات كتيره قوي على الارض ولكن ما عندناش كان وقت نفرح. خلينا نقول لحضراتكم ان احنا بالارقام الاهلي اللي دايما بيكون حاضر بالانجازات بتاعته القياسيه، وخاصه كمان لما نيجي نتكلم مع تلاحم موسمين لبطوله دوري ابطال افريقيا، وده كان طبعا بسبب يعني الكارثه العالميه اللي هي كورونا، لكن الحمد لله الاهلي كان بطل لموسمين زي ما احنا عارفين النجمه التاسعه والعاشره. ده بنتكلم في قد ايه يا جماعه؟ بنتكلم في 8 شهور، مش بنتكلم في سنين. 8 شهور وانجازات كتيره جدا للنادي الاهلي بتحقق على الارض. مجلس الاداره بقى برئاسه كابتن محمود الخطيب قرر ان هو يحتفل النهارده باذن الله احتفال هيكون كبير جدا، والتتويج بالنجمه الافريقيه العاشره، وهيكون تحديدا في ملعب التتش طبعا بحضور رموز كبيره وكتيره من الرياضيين والاعلاميين ورجال الاعمال، لفيف من الشخصيات كمان المرموقه، وفي لفته اكيد راقيه جدا كعاده النادي الاهلي هيتم تكريم كابتن محرم الراغب عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأسبق، أيضا المهندس عدلي القيعي عضو مجلس الإدارة ومستشار التسويق والتعاقدات الأسبق. وعلى هامش كمان الاحتفالية خليني أقول لحضراتكم تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطوير شعار النادي وتسجيله بالشكل الجديد. حاجة جميلة جدا، والنهاردة لازم كلنا كأهلوية حقيقي نبقى فرحانين، والدعوة موجودة وناس كتير جدا هتحضر يعني من جماهير النادي الأهلي.